الجزء القادم من حوارنا على موضوع بقى قرارات امبارح واول امبارح 70% معارف 30% انشطه، فعايزين يكون معانا على التليفون الاستاذ هشام السنجاري وكيل اول وزاره التربيه والتعليم ورئيس قطاع الخدمات والانشطه. معانا دلوقتي هو معانا. دلوقتي صباح الخير يا استاذ هشام. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك وكل المشاهدين والاستاذ بشير. ازاي نقدر نتطلع او بتشتغلوا على ايه دلوقتي بحيث يكون للانشطه اللي هي اكيد من شانها زياده كفاءه الطالب البدنيه والعقليه والنفسيه وكل حاجه، يكون في كفاءه ليها اعلى في ابتداء من العام الدراسي المقبل ان شاء الله، ايه اللي هيحصل؟ هو باذن الله، يعني اسمحي لي بس اعدل عباره بسيطه جدا، انه طيب. مش ايه اللي هيحصل، ايه اللي حصل؟ طيب. نحن نتحدث عن ما حدث في 2015 2016 ما حسناش بيه يا استاذ هشام، واولياء الامور ما حسوش بيه بمنتهى الصراحه. طب انا هقول لحضرتك ارقام واماكن ومسابقات تمت في 2015 2016 ابتدى مره اخرى الاهتمام بالانشطه، واللي قلتيه حضرتك مكون تربوي هام هو الاساس اللي معالي الدكتور الوزير بيركز عليه. العملية التربوية تنقسم إلى مادة تعليمية وأنشطة. نسبة 70 و30 دي نسبة عالمية، بلد واحدة قدرت تغير ده 50 ل50 اسمها اليابان، 50 تعليم اليابان. و50 أنشطة. على مدار السنة كان في اهتمام بكافة مناحي الأنشطة، ولاحظي حضرتك إن كنا في عودة من نومة كبيرة وفترة تعرضت لها البلاد على مدار أربع أو خمس سنين، لكن كان في تركيز سنتين كان فيهم إيه؟ يكفي أقول لحضرتك إن هذا العام تم إعادة مسارح مدرسية كانت تستخدم كمخازن، في بعض الأحيان كانت مغلقة واللي موجود فيها مجموعة من الحشرات، أكثر من 1700 مسرح وقاعة نشاط تم إعادتهم للخدمة هذا العام. كام يا فندم؟ كام؟ أكثر من 1700 مسرح. مسارح موجودة وتم إعادة افتتاحها، ولا نتحدث عن القاهرة والجيزة فقط بل نتحدث عن 27 محافظة على مستوى المديريات ومتابعة من الوزارة ومن معالي الدكتور الوزير شخصيا. كمان اهتمام بالأنشطة بصورة عامة، ولا نعني بالأنشطة فقط النشاط الرياضي، لكن نشاط رياضي، نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي وفني، نشاط المكتبات. السنة دي كان في تعاونات مع أكثر من جهة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة أمددنا ب50,000 كتاب مجانا بالتعاون ما بين الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم توزيعها على المكتبات المدرسية. صندوق التنمية الثقافية دانا 17,600 كتاب، بنتعاون مع جهات من الجهات الخاصة من المكتبات ودور النشر فيما يتعلق بالتزويد، إضافة إلى التزويد المركزي اللي موجود من ميزانية الوزارة. نتج عن ده إيه حضرتك؟ في برضو أتحدث عن 2015-2016 بما فيها ما نحن فيه الآن الأنشطة الصيفية. كان عندنا مجموعة مسابقات على سبيل المثال مسابقة اسمها مسابقة النيل مستقبلنا، دي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري. مجالات حضرتك الرسم، الالبومات، الابداع الفني، المقال، البحث، عند حضرتك الرسم التوضيحي، دول فاز فيها الطلاب، ودي كانت برعايه او بالاشتراك مع وزاره الدوله للموارد المائيه والري من مختلف محافظات الجمهوريه. امامي بيان بس وقت حضرتك طبعا ما يتسعش للمحافظات، تجد ان بين العبد مكرم منها. معالي الدكتور الوزير اول امبارح شهدت اروقه وزاره التربيه والتعليم تكريم كان عنوان الاحتفال كده، تكريم المتفوقين في الانشطه. تم تكريم 116 طالب برعايه معالي الدكتور الوزير بنفسه، على اساس هؤلاء الابناء حينما نشجعهم طلبنا من اولياء الامور ايديكم في ايدينا، وده استمرار اللي حضرتك كنت بتقوليه مع الاستاذ بشير فيما يتعلق بالدروس الخصوصيه. لن تنجح وزارة التربية والتعليم بمفردها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كأي وزارة خدمية تخدم مجتمع، فعلى المجتمع أن يضع إيده في إيدها. نتعاون معانا يشجع ابنه لما يتعلق بالأنشطة. عند حضرتك إحنا عندنا مسابقات دولية ومحلية، أتحدث أيضا ولا أعيد ولكني أؤكد على أن دي تمت في 2015-2016. طيب. عايز بس أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين عناوين هذه المسابقات وأماكنها. مجال تحلية المياه في الهندسة البيئية، دي كان عندنا 2 من الصف الثاني والثانوي من محافظة بني سويف والأليوبية، دول خدوا المركز الثاني على مستوى العالم، ودول من مدارسنا اللي تم تدعيمها مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. مجال علوم الأرض والبيئة،
موجود عندهم تحلية المياه المدمج بالتقنية فائقة التوصيل. عندنا مراكز استكشافية للعلوم 51 مركز على مستوى الجمهورية كانت عبارة عن حجرات موجودة في مدارس تم إعادة الحياة ليها. قد لا نكون وصلنا إلى 100% من النجاح، ولكن أكيد لدينا خطوات للبداية. لا، هو إحنا أكيد ما وصلناش لمية في المية من النجاح، ولكن لو ماشيين بهذه الخطوات الثابتة وعندنا استراتيجي وفاهمين إحنا عايزين إزاي نوعي الطلبة ونفهمهم ونخلق منظومة جديدة بتقول إنه النشاط المدرسي ده لا يقل أهمية أبدا عن الدراسة والاستيعاب والتحصيل الدراسي، فده في حد ذاته أعتقد إنه إنجاز هائل. هستأذن معاك في دقيقة وأنا عارف إن وقتك شديد. إحنا وقتنا انتهى يا أستاذ هشام، أنا بعتذر. طيب يعني أنا بقول لحضرتك إن إحنا دي قضيتنا الأساسية من أول معالي الدكتور الوزير إلى أصغر عامل يعمل في هذه المنظومة. كل مجالاتنا في الأنشطة مفعلة، موجود دلوقتي الأنشطة الصيفية، أملي حضرتك في أي وقت وسعيد جدا بده نسقوا معايا لأي زيارة. الأنشطة الصيفية موجودة لغاية يوم 15/9، خلال شهر رمضان كان موجودة بعديها، والكاميرا هي أصدق تعبير عن هذا. إيدينا في إيديكم، لأن الإعلام وأي بيئة خدمية هو ده اللي هينجح هذه المنظومة. اعتبر صباح دريم، اعتبر من دلوقتي بإذن الله لو لينا عمر صباح دريم إن شاء الله هيكون مع حضرتك في أول جولة ننزلها كده مع بعض ونشوف بجد على أرض الواقع الأنشطة دي إزاي. بس عايزين نروح مدارس، يعني انا عارفه انه ممكن يبقى صعب شويه اللي هقوله ده، بس نفسي اروح مدرسه احس انه ما فيهاش تجهيزات كبيره قوي. عايزه اروح القطاع الاكبر من مدارسنا البسيطه، الفصول اللي فيها المكسره، يعني عايزه اروح مدارسنا العاديه، المسارح اللي لسه مش فخمه ومعموله متجهزه كويس قوي. عايزه اشوف الحاله الطبيعيه اللي اغلب مدارسنا فيها. هو ردا على ده ندعو حضرتك تختاري الإدارة التعليمية اللي تناسبك من 27 محافظة. حاضر. ونبتدي نشوف فيها. قد لا يكون عندنا في جميع المدارس أندية صيفية، لكن على الأقل في كل إدارة من 2 إلى 3 نادي على مدار. حاضر. اليوم التنسيق بيننا وبين بعض. حاضر. وده شيء يسعدنا. إيديكم في إيدينا. حاضر. زي ما قلنا رسالة. حاضر. لإخواننا أولياء الأمور يا دكتورة. حاضر يا أستاذ هشام. حاضر. ده أستاذينك إن شاء الله هنكون مع حضرتك.